السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج اليومن ار تي ديزاينر. هنشوف مع بعض ازاي ان انا اغير في التضاريس. فهاجي هنا اولا، تعالى نشوف موضوع الانارة. اللايت سيتنج تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. دي الاعداد بتاعت الكاميرا، ان انت تعمل زوم اكسبوزر. طيب ممكن اجي هنا برضو وحكم في الضوء بتاعت الشمس والوقت بتاعها وال HDR map. والويزر البلو سكاي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تعالى بقى ندخل على التضاريس، تقدر تشوف هتضيف المية بأنهي كمية، ولكن مثلا بالشكل دوت. وتقدر تتحكم في ان انت تطلع بيها وتنزل بيها زي ما انت عايز. يعني ممكن يكون عندك حمام سباحة فتقدر تتحكم فيها، وتقدر تتحكم في شكل المية تخليها أزرق مثلا، تتحكم في الخصائص بتاعتها، السرعة بتاعتها، السكيل بالشكل دوت. ممكن اقول لا ده انا عايز اتحكم في المنطقة كلها هيت، فتقدر تتحكم فيها. ممكن تقدر تعمل رايز للأرض بشكل دوت. ممكن نصغر السايز شوية. طيب ممكن نقلل الأرض. طيب احنا كده محتاجين ان احنا نعمل سيلكت على المية. بالشكل دوت تقدر تنزلها زي ما انت عايز، تطلع بيها زي ما انت عايز. بالشكل ده تقدر تقول له بقى انا عايز اخلي في حتة هنا فيها خضرة حشائش. بالشكل ده ممكن تحمل نوع تضاريس تانية مختلفة زي ما انت عايز.